أنا هنا أول حاجة ساكنين هنا في المجمرة، في المجمرة جو هنا، مجو هنا في هجوم كان عنيف جدا، في الهجوم بالهزيل أول حاجة، جمال والكدارة ماشيين جو هنا في جبلات دي بس حيومون عنينا بعدك جو يعني شال أول حاجة مال بتاع أغنام والبقر وحاجات دي كله. نمر اثنين جو حرقوا البيوت، حرقوا البيوت. نمر ثلاثة جو نهبوهم في البيوت حاجات الكويسة كويسة كلهم نهبوهم شالوا حرقوا ده كله حرقوا. أنا ما بعرف ذاته ليه بس حرقونا ده أنا ما نعرف. هاي حياة كانت صعبة. لأنه أنت تخلي بلد الناس كم مشيت وين كل بلدك ما بقى حقك ما حقك حق كل كل منه سكننا بعد سكننا جينا ولي حصل أنا هنا قاعدين في المجمر هنا اتفقنا حبة حبة كده خلاص قاعدين نمشي فوق رجعنا زرعنا تاني بعد حبة حبة فول والإيش والعجد هنا بعد خلاص جينا استمرنا إذا كان بيجي السلام وأمني كل ذول مطمئن في القلب مرتاح وهنا طبعا إذا كانك قاعد هنا في المجمرة ده إذا كان في مطمئن أمني كم موفر ما في حاجة صعب أنا نقدر نشتغل ده يعني نقدر نأكلهم يعني خليه يواصل في المدرسة يقروا عشان ليه بدون تعليم ما في حاجة بدون تعليم بدون تعليم كده ما في حاجة عشان كده أنا دايرين أمني ده مهم جدا إذا كان أمني اتوفر بقى أي حاجة يعني.